احلى صباح على احلى مشاهدين وجمهور قناه الاهلي من كل مكان، وعشرة الصبح في الاهلي حلقه جديده مع حضراتكم النهارده الثلاث 27/10/2020. واضح ان الشهر مكمل معانا شويه. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، موضوعات جديده، ضيوف جداد، وان شاء الله تستمتعوا معانا بكل لحظه في حلقتنا النهارده. بالظبط كده، دايما بنكون محضرين لحضراتكم اخبار متنوعه عن الرياضات المختلفه في العالم، سواء يعني على المستوى المحلي او عالميا، وبيكون معانا دايما برضو فقرات مختلفه. ويمكن من كتر كمان الطلب من حضراتكم عن فكره هنا بقى عوده السوشيال ميديا او فقره السوشيال ميديا تحديدا، احنا النهارده معانا فقره السوشيال ميديا علشان يكون في تواصل مع حضراتكم اكتر. وحبينا ان احنا نستغل بقى نهايه كده 2020 وفكره ان احنا نربطها بالرياضه، والسؤال اللي هيكون مطروح على حضراتكم من بدايه 2020: زدتوا في الوزن قد ايه؟ وهل مارستوا رياضه لتعويض ده ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا كمان ان احنا نحاسب نفسنا كده اخر السنه ونشوف احنا هنبدا السنه الجديده ان شاء الله ازاي. فعايزين اجابات صريحه. بس كان نفسي اشارك معاكي في الاجابه على انت خسيت مش تخين. خسيت كانت حاله غريبه جدا، حاله نادره. فقولوا لنا بصراحه زدتوا قد ايه، وهل مارستوا رياضه علشان تعوضوا ده، ولا الموضوع سايبينه كده على ربنا وخلاص؟ يعني لازم يبقى فيه برضو وقفه، لازم يبقى فيه حاجه بنعملها علشان نقدر ان احنا نتغلب على زياده الوزن دي، لان هي اكيد غير صحيه تماما. خلينا بقى نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا. وبيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي عقد محاضره مطوله كانت مع اللاعبين امبارح، ده قبل بقى انطلاق المران استعدادا لمواجهه طلائع الجيش في ختام منافسات بطوله الدوري الممتاز. طلبهم موسيماني باغلاق ملف مباراه الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم. كمان حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنيه لتنفيذها وتصويب الاخطاء. واستأنف الاهلي مرانه امس بعد انتهاء الراحه اللي منحها الجهاز الفني الفريق ده لمدة يومين عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-1 زي ما كلنا تابعنا على استاد القاهرة. حسم كمان التأهل إلى نهائي هنا دوري أبطال إفريقيا، مبروك طبعا، وإن شاء الله كمان نقول مبروك لما هو قادم. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقبل وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار لتوقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي وبين الهيئة لإتمام تعليم بعض العاملين البالغ عددهم 240 فرد على مستوى مقر النادي بالجزيرة وأيضا فرعي الشيخ زايد ومدينة نصر. أكد الكابتن محمود الخطيب أهمية المشروع وضرورة توفير كل ما يلزم لإتمامه في أسرع وقت. كمان رحب رئيس الهيئة بالتعاون مع النادي وأكد أن النادي الأهلي سباق دائما، وسوف تسخر الهيئة كل إمكاناتها لإتمام هذه النوعيات من المشاريع وهذا المشروع بصفة خاصة. وضم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار كل من الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة، وكمان الدكتورة ماجدة خليل مدير وحدة البروتوكولات، والسيد مسعد مدير المكتب الفني، وإيهاب السعيد مدير العلاقات العامة. كمان حضر الجلسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ووليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان. خليني اقول لحضراتكم البروتوكول ده كمان الموقع بيستهدف الاستعانه باعضاء النادي هنا كمتطوعين لتنفيذه، على ان تقوم كمان الهيئه بعقد دوره تدريبيه للمتطوعين لتاهيلهم والمساهمه في مشروع تعليم الكبار من العاملين، وده في اطار الدور المجتمعي والخدمي اللي بيقوم به النادي على كافه هنا الاصعده. وبيمنح النادي الاهلي كمان بالتعاون مع الهيئه شهاده معتمده لمن اجتاز الدوره التدريبيه للاستعانه بها وتقديمها عند الحاجه. ومن المنتظر ان يستغرق المشروع تقريبا 6 شهور لاتمامه والانتهاء تماما من تعليم العاملين السابق دكروم زي ما قلنا لحضراتكم بالنادي. انا شايف ان دي لفته يعني في غايه الاحترام، وما تهيأليش في حد قبل كده في نادي عملها، يعني حسب معلوماتي ما فيش حد قبل كده عمل حاجه زي كده، فشيء في غايه الاحترام حقيقي. برافو. في صلب التنميه البشريه الحقيقه اللي بيحصل ده. الدكتور عاشور احمد عمري رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار اعرب عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بهدف تعليم جميع العاملين غير المتعلمين في فروع النادي المختلفه، واضاف ان البروتوكول يعتبر خطوه مهمه بل ومحوريه في اطار توجهات الدوله لتطبيق رؤيه مصر 2030 اللي بتستهدف تحقيق مسيره كبيره جدا للتنميه الشامله على كافه المستويات. لتفاصيل اكثر معانا هاتفيا المهندس وليد مبروك، وهو المهندس وليد مبروك متولي رئيس اللجنه العليا للجان النادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على نهوان. صباح الخير. صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك يا فندم، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا البروتوكول. والله احنا الحمد لله يعني بقى لنا فتره طويله شغالين على ده.
والهيئه بصراحه تعاونت معانا جدا من خلال الدكتوره ماجده والاستاذ سيد مسعد، وكنا لينا طلبات كتير هم بصراحه حققوها لنا من غير ما يفكروا، لان هم قالوا النادي الاهلي والنادي الاهلي مؤسسه رائده لازم يتحقق لهم طلباتهم يعني على احسن وجه. وانا برضو عشان ادي كل حقه كل حد حقه، كان قبل كده في مجهودات على مستوى الافرع، يعني العميد احمد نحاس مدينه نصر كان طلع بالفكره دي وتواصل مع الاداره بتاعه مدينه نصر، بس احنا لما اتكلمنا مع الاداره والعميد محمد مرجان قالوا احنا عايزين حاجه يعني على مستوى النادي وتبقى مع الهيئه نفسها وتبقى حاجه على مستوى عام يعني، واللي تعمل لكل افرع النادي وتتعمل من خلال اللجان، لان احنا عندنا الفكره اللي هي الام ان احنا نعمل حاجه بشكل فيه تكافل شويه، ان يعني الهيئه هتدرب اعضاء النادي المتطوعين ان هم يبقوا مدرسين عشان يدرسوا للعمال ويمحوا اميتهم، وفي يعني في مكافآت بقى عينيه ومعنويه وفي وماديه كمان، يعني مش عايزين بس ندخل في تفاصيل دلوقتي، لكن طبعا امبارح البروتوكول اتعمل والكابتن محمود الخطيب سمع شرح وافي من الدكتور عاشور اللي كان سعيد جدا طبعا بالجلسه مع الكابتن، وكانوا يعني الموضوع كان فيه تفاهم كبير ان احنا نخلص الكلام ده في اسرع وقت في خلال سنه بالكثير. انا بس عايز من هنا انا يعني اناشد الاعضاء بقى ان احنا من النهارده بنستقبل في فروع العلاقات العامه الثلاثه في الثلاث فروع الاعضاء اللي هم راغبين ان هم يبقوا متطوعين عشان يدرسوا للعمال لمحو اميتهم، او احنا بنقول استكمال تعليمهم افضل من محو اميتهم يعني. فاحنا يا ريت نبتدي نستقبل الناس، وهناخد العدد اللي هيجي كله نسلمه للهيئه، الهيئه هتقابلهم وتفحصهم وتشوف من يصلح وتعمل لهم دوره تدريبيه في خلال اسبوع، هيكونوا مؤهلين ان احنا نبتدي ان شاء الله نفتح الفصول ونشتغل على المشروع بتاعنا، ونوليكم بقى بالاحداث اللي بتحصل بعد اكيد كده. اكيد احنا نفسنا كمان هنتابع مع حضراتكم خطوه بخطوه طبعا اليات تنفيذ وتفعيل هذا البروتوكول، شيء محترم جدا جدا، اكيد الشكر موصول لكل القائمين عليه وكل المسؤولين عنه. صباح الفل على حضرتك وبنشكرك شكرا جزيلا. حاجه في منتهى الاحترام هنرجع طبعا. نقول مره ثانيه والله العظيم من قلبي انا فرحانه من المبادره دي، حاجه بجد انسانيه جميله، وفكره كمان ان انت بتشجع الاعضاء ان هم يكونوا متطوعين، فكره العمل التطوعي هنا ده قد ايه بيساعد في بناء اي مجتمع وان احنا نخلق الروح دي عندنا، فانا اعتقد دي حاجه ايجابيه جدا، يا ريت تطبق بقى، هقول لك يتعلموا مننا، ايه رايك بقى؟ يا ريت يتعلموا مننا والله، حاجه بجد تشرف، انا سعيده. وطبعا فرصه كويسه جدا برضو، ندعو كل حضراتكم كل اعضاء النادي الأهلي كل من هو مهتم بهذا الشأن اللي من حضراتكم يقدر يساعد يعني ويقول قوله في هذا الإطار، ما تتأخروش لأن دي حاجة إنسانيا في قمة الاحترام، دي عملية بناء من جديد وإعادة إحياء لبني أدمين مش عارفين يتواصلوا لا مع المجتمع ولا مع أي شيء من الأشياء المحيطة بيهم، لأن هم ما عندهمش الآلية لده، فجت اللحظة اللي ممكن حضراتكم تساعدوا فيها يبقى شيء جميل ومحترم جدا منكم. تعالوا بقى نروح نتعرف مع بعض على اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي من زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم مراسله قناه النادي الاهلي من مقر النادي بالجزيره. صباح الفل عليك يا هنا وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا نهواند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد مليان بالطاقة الإيجابية والتفاؤل كالعادة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر الأخبار داخل النادي. في البداية هبدأ بالأخبار الاجتماعية، الحقيقة أنه مبارح استقبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الهيئة العامة لتعليم كبار السن، وتم عقد بروتوكول لتعليم 240 فرد من العاملين داخل النادي سواء بالمقر نادي الجزيرة أو فرع شيخ زايد أو فرع مدينة نصر. الحقيقة أن أبرز ما صرح به دكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة أن البروتوكول ده هيكون خطوة كبيرة ومهمة ومحورية في تطبيق رؤية مصر 2030. كمان معانا خبر تاني ليه علاقة باللجان، وهو أن لجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا بالتعاون مع الإدارة التنفيذية حابة تعلن أن هيكون في احتفالية يوم الجمعة القادم الموافق طبعا ل 30/10، الاحتفالية هتكون بمناسبة
بمناسبة المولد النبوي الشريف، حابة أقول لكل الأمة الإسلامية كل سنة وهم طيبين. الاحتفالية هتبدأ الساعة 7:30 وهتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيحيي الحفل المنشد الديني محمود هلال، طبعا منشد الوطن العربي، وكمان هيكون في أغاني وطنية هتقدمها لنا الموهبة الصاعدة أمل أحمد. دي الأخبار الاجتماعية. نروح بقى لأخبار الفرق الرياضية. طبعا في البداية هنبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الحقيقة أن امبارح تم استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بعد الراحة لمدة 2 يوم بعد مباراة الوداد، والحقيقة أنه حرص المدير الفني بيتسو موسيماني على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل التدريب. الحقيقة أن أبرز ما قيل في الجلسة دي هو أن اللاعبين لازم خلاص يقفلوا صفحة مباراة الوداد ويركزوا جدا فيما هو قادم اللي هو مباراة أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل بإذن الله، ودي هتكون الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز. الحقيقة بشكل عام المران كان مبني على تدريبات بدنية خفيفة، وكمان اللاعبين قاموا بعمل تقسيمة أو زي ما بيسمى بالتراي ماتش. كمان كان في برنامج تأهيلي لكل لاعبين المصابين اللي هم علي معلول، أيمن أشرف، مجدي أفشة، مروان محسن، ورامي ربيعة. طبعا كل ده بنأهلهم ليه إن هم يرجعوا يشاركوا مرة تانية في التدريبات الجماعية، وبنتمنى لهم الشفاء في أقرب وقت ممكن. نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى، ومعانا خبر ليه علاقة بفريق تنس الطاولة. والحقيقة إنه أعلن كابتن رؤوف عبد القادر امبارح عن تجديد مع لاعب النادي الاهلي سيد لاشين، طبعا اللاعب الفريق تنس الطاوله. والحقيقه ان كابتن رؤوف صرح ان دي هتكون خطوه مهمه جدا، لان طبعا هو لاعب اساسي ومن اهم اللاعبين في فريق تنس الطاوله. اما بقى عن صعيد اللاعب، فالحقيقه ان اللاعب عبر عن سعادته الشديده وانه بيوعد الجمهور انه هيتم التركيز على حصد المزيد من البطولات سواء المحليه او كمان القارية. طبعا بنتمنى له التوفيق والتألق زي ما اللاعب سيد لاشين دايما ما عودنا مع النادي الأهلي. دي أهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأخبار الاجتماعية داخل النادي. العودة ليكم مرة تانية يا نهواند ويا كريم في الاستوديو. بنشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة هنا أبو الخاصم مراسلة قناة النادي الأهلي، ومستمرين مع حضراتكم بسلسلة أخبار. من أخبار النادي الأهلي نروح نكمل بقى ونروح لأخبار الرياضة في المواقع والصحف المحلية والعالمية. وزميلتنا نورهان طمان مراسلة قناة الأهلي وهي موجودة دلوقتي في جريدة اليوم السابع. يعني نورهان بصبح عليكي في البداية، وعايزة أعرف منك كده آخر الأخبار المختلفة، وكمان عايزين نركز على خبر كريستيانو رونالدو، فكرة هنا الهجوم اللي عليه بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وفيروس كورونا. اتفضلي. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم. هو يمكن خبر كريستيانو رونالدو يمكن ما حضرناهوش النهارده، ولكن يعني لو انتم حابين تسالوا في اي حاجه احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع زي ما عودناكم لنقل الاخبار المحليه والعربيه والعالميه. وكمان زي ما عودناكم قبل ما نروح لاخبارنا هنفكركم بابرز مباريات اليوم. النهارده عندنا الجوله الثانيه من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا الساعه 8:55 لوكوموتيف موسكو هيواجه بايرن ميونخ، وفي نفس توقيت شختار دونيتسيك الأوكراني هيواجه انتر ميلان الإيطالي. أما الساعة 10 في أتلتيكو مدريد هيواجه سالزبورغ النمساوي، وبروسيا مونشنج جلادباخ الألماني هيواجه ريال مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي هيواجه أولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي هيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول هيواجه ميتلاند الدنماركي، وأخيرا أتلانتا الإيطالي هيواجه أياكس أمستردام الهولندي، وكل دول هيكونوا الساعة 10 مساء. اما على المستوى على الصعيد العربي ففي نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين النهارده مباراتين هامتين جدا. الساعه 5:55 الهلال هيواجه ابها، والساعه 7:30 الاهلي هيواجه النصر. ومن موقع اليوم السابع، كورونا تحدد موقف حضور الجماهير في مباراة مصر وتوجو. كشف مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني عن رغبة قوية من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وبالتعاون مع وزارة الرياضة والجهات الأمنية لحضور الجماهير المصرية لمباراة مصر وتوجو في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022، ودي
اللي هتكون مقرر اقامتها يوم 14 نوفمبر المقبل على استاد القاهره، ولكن طبعا موقف انتشار فيروس كورونا من عدمه هو اللي هيحدد حضور الجماهير. ومن موقع سوبر كورة، أسوان يراجع عروض الصيف مع سامي الشيشيني ويكتفي برحيل 3 لاعبين. موقع سوبر كورة نقل عن إدارة فريق نادي أسوان عن رغبة مجلس الإدارة في عدم التفريط في العدد، يعني عدد أكبر من اللاعبين، خاصة بعد ما تلقى 6 لاعبين دفعة واحدة عروض للرحيل عن الفريق. وكشف أو أكد مجلس إدارة نادي أسوان عن طريق موقع سوبر كورة أنهم هيرفضوا كل هذا العدد والاكتفاء فقط بثلاث لاعبين، ولن يكرروا أخطاء الماضي على حد قولهم بالتنازل عن 12 لاعب أثناء يعني لما كان كابتن عماد النحاس بيقود الفريق. ومن موقع يلا كورة، البدري يستقر على الشناوي وأبو جبل ضمن رباعي حراس المنتخب. نقل موقع يلا كورة في يعني تقرير خاص لي أنه كابتن حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر حدد 4 حراس لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر توجو المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، وهم كل من محمد الشناوي طبعا حارس مرمى النادي الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، ومحمود بسام حارس مرمى نادي طلاع الجيش، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر المقصة. وفي حالة لقدر الله إصابة أي من الحراس سيتم ضم حارس المرمى محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي. ومن موقع في الجول، المدير الفني لنهضة بركان: كان من المستحيل لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين. أكد طارق السكتوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي أنه كان من المستحيل خسارة الفريق لمباراتين متتاليتين في نهائي البطولة الكونفدرالية الأفريقية. طبعا زي ما احنا عارفين نادي نهضة بركان حقق البطولة على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز في الوقت الأصلي في المباراة النهائية بهدف دون رد، وكان الفريق المغربي خسر نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك بركلات الحظ. وكمان أكد السكتوي في تصريحاته اللي نقلها موقع في الجول أنه درس الخصم بشكل جيد، والتحضير الجيد للمباراة النهائية هو اللي خلاهم يفوزوا بالبطولة. ومن موقع سبورت 360، تصرف مفاجئ من أحمد موسى في كواليس رحيله عن النصر. موقع سبورت 360 أكد أنه اللاعب أحمد موسى النيجيري قبل رحيله عن النصر قام بجلسة ودية مع مجلس إدارة نادي النصر السعودي، واتفق فيها أنه هو هيتنازل عن أكثر من 50 مليون ريال من مستحقاته. وأشاد موقع سبورت 360 بتصرف اللاعب خاصة بعد ما قرر مجلس إدارة نادي النصر التخلي عن اللاعب، واكتفى فقط بمطالباته بشهوره المتأخرة ومستحقاته المتأخرة ومكافآته حتى شهر أكتوبر الجاري، واللي تقدر بقرابة 15 مليون ريال. ومن رويترز، مدرب ويست بروميتش مصدوم بسبب أحمد حجازي. قال سلافن بليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي أنه هو مصدوم من خبر رحيل المدافع المصري أحمد حجازي إلى اتحاد جدة السعودي. وطبعا زي ما احنا عارفين رحل عن طريق الإعارة ومع إمكانية انتقاله بشكل نهائي في الموسم الجاري. وقال المدير الفني لويست بروميتش أنه اللاعب كان من أهم عناصر الفريق وأنه كان بيعتمد عليه بصورة دائمة في المباريات الأخيرة، خاصة أنه كمان اللاعب كان من المفترض، على حسب قول المدير الفني لفريق ويست بروميتش، أنه اللاعب كان من المفترض أنه هو يقعد على الأقل الأسبوع دوت وما يرحلش عن الفريق قبل مباراة برايتون الأخيرة. ولكن أنه قرار رحيل اللاعب المفاجئ، يعني قال أنه هو كان رحيل صادم بالنسبة له. وأخيرا راموس غير راضي عما يحدث معه. من موقع كورة نقل في تقريره أنه اللاعب الإسباني والقائد الإسباني المخضرم سيرجيو راموس غير راضي عن تعامل مجلس إدارة نادي ريال مدريد معه في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه عقد اللاعب يعني قرب ينتهي ويحق له الرحيل مجانا في يناير المقبل. كمان ذكر موقع كرة في تقريره أنه يعني آخر اتصال بين الطرفين كان في الصيف الماضي، وطبعا يعني كان بس بشأن تحديد حسن النوايا ما بين الطرفين، ولكن راموس غير راضي حتى الآن عن عدم يعني حديث أي حد من الإدارة معه بشأن التجديد. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.
شكرا ليكي يا نورهان، وان شاء الله بكره نحاول بقى جهز لنا كده بعض الاخبار عن فيروس كورونا المرتبطه باللعيبه، يعني لان ده اعتقد هيهم كافه المشاهدين. فكره برضو يعني، بس مش هسالك بقى عنها النهارده، ممكن نتناقش فيها بكره، عن اليسون اللي هو حارس مرمى نادي ليفربول، برضو لان هو كان في خبر النهارده انه تعافى، عفوا بالامس الخبر ده ان هو تعافى من فيروس كورونا سريعا، غير ما كان متوقع ان هو هيستمر 6 أسابيع يعني في عزل. فخلينا نشوف كده بكره لو في اي اخبار خاصه بهذا الامر. بشكرك جدا يا نورهان، وبشكرك جدا يا هنا، شكرا لكم. طيب تعالوا بقى نشوف احنا وكل حضراتكم فيديو جراف عن فوائد تمارين الايروبكس، ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل. طيب كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم، وكنت بسأل زميلتنا نورهان طمان عن فكرة هنا كريستيانو، أو موضوع كريستيانو، أو هذا الملف يعني، لأن في مشاكل كتيرة حول كريستيانو الأيام دي، وفكرة هنا كورونا، وإن هو بيخضع كريستيانو للتحقيقات لخرقه قواعد كورونا. وزير الرياضة الإيطالي قال إن البرتغالي رونالدو لاعب يوفنتوس لم يحترم البروتوكولات الطبية الخاصة بقواعد كورونا عند عودته من تورينو قادما من البرتغال. مضيفا ان هناك تحقيق من قبل المكتب الفيدرالي. رونالدو كان انضم لمعسكر المنتخب البرتغالي، ده كان خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة للمشاركة، ثم تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وبناء عليه استبعد من المعسكر وعاد لإيطاليا على متن طائرة طبية خاصة للخضوع للحجر الصحي ده في منزله. إلا أن هنا بقى وزير الرياضة الإيطالي يرى أن النجم البرتغالي اخترق قواعد الحجر الصحي، وسيتم فتح تحقيقا حول الواقع. أنا مش عارفة الصورة اللي احنا شفناها لو نرجعها تاني بعد إذنكم، هو كده في الحجر الصحي يعني. لا مش صورة اللي قبلها، هو هنا مفروض الصورة اللي حضراتكم هتشوفوها وهو في الحجر الصحي. ف انت مالية ايدك من المعلومة دي. أيوة يعني هو كده محجور، هو كده محجور، هو لسه كان حاططها وعامله له فولو بقى. انا عارف لا دي كانت وهو في الحجر الصحي، يبقى ربنا يمني بالشفاء ان شاء الله. شيء صعب جدا قوي خالص الحقيقة. اللي حصل كمان ان جريدة او صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت تصريحات وزير الرياضة الإيطالي اللي قال فيها ان رونالدو لم يحترم البروتوكولات في رحلة عودته من البرتغال اثناء اصابته، وقال كمان تصريح يعني اتوقف عنده كتير جدا صحفيا، كلمه ان او جمله ان لا احد معفي من المحاسبه، وان دلوقتي بتحصل او بيحصل تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لاثبات هذا الامر من عدمه. كتير برضو تناولوا الموضوع، ورونالدو رد على هذه الادعاءات مؤكدا التزامه جميع الاجراءات اللازمه، وقال انا متواجد في المنزل احترم البروتوكول ولم اخترقه كما قيل انها كذبه، فقد عدت الى ايطاليا بواسطه الاسعاف الجوي، لم اتواصل مع اي شخص وعائلتي في طابق اخر من المنزل ولا نتواصل مع احد.
وكمان النادي نفسه نادي يوفنتوس اكد هو الاخر التزام لاعبه البرتغالي بالاجراءات، واضاف ان رحلته كانت بترخيص من السلطات الصحيه. وقال ايضا نادي يوفنتوس في بيانه: عاد كريستيانو رونالدو الى ايطاليا برحله طبيه مصرح بها من الجهات الصحيه المختصه، وسيواصل عزله في منزله. طبعا في كل الاحوال قصه كورونا يعني لم تنتهي بعد، وتأثيرها مش بس كان على الرياضة الحقيقة، ولكن على كل حاجة حوالينا. يعني في أوروبا على سبيل المثال الأيام دي بالتحديد في دول كتيرة في أوروبا ابتدت تجدد القيود على التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا مرة ثانية، منها ألمانيا اللي بتستعد لإغلاق جزئي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكمان فرنسا فرضت حظر تجوال مرة أخرى، وكل دول أوروبا الحقيقة يعني مثلا برضو امبارح أو أول امبارح إيطاليا الدنيا ابتدت فيها برضو تتقفل إغلاق كامل. كل حاجة ممكن تتخيلوها، مسارح، سينمات، صالات، جيم، نوادي، أي شبه التجمعات الموجة الثانية في أوروبا بالفعل. يعني أنا أعتقد ملف كورونا الفترة دي لازم يكون فيه تركيز كبير، وإحنا نحاول على قد ما نقدر من خلال مراسلينا أو من خلال هنا البرنامج إن إحنا نوصل لحضراتكم الجديد دايما. وخليني أقرأ برضو بعض الصحف اتكلمت إزاي عن موضوع كورونا. هنا من موقع بي بي سي برضو بيتحدثوا ان كورونا فيروس isolation period هي اللي هي فترة العزل اتمدد extended from 7 to 10 days. يعني دي كمان اهي معلومات جديدة احنا عمالين نكتشفها، وربنا يستر على الويف التاني او يعني على الموجة التانية ان ممكن يبقى في حاجات احنا خلاص كمان ايه يعني في مشاكل اكتر او في تبعات اكتر واسوأ كمان ممكن ان احنا نواجهها. خليني اقول لحضراتكم كمان نشر المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية كان انفوجراف حول الجدول الزمني للخروج من العزل للاشخاص اللي شخصت اصابتهم بفيروس كورونا، حيث ان المفروض في حاله ظهور النتائج ايجابيه بيعتبر يوم الاختبار هو اليوم الاول من فتره العزل، واللي بينبغي ان تستغرق هنا 10 ايام بالاضافه لثلاث ايام اخرى بدون ظهور اعراض. هنا بنتكلم برضو ان الحد الادنى لمده العزل 13 يوم من الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر او لاحقا اذا استمرت الاعراض. يعني اصل كمان الارقام ابتدت تبقى مخيفه الحقيقه، وخصوصا في الفتره الاخيره. مهم جدا نقول لحضراتكم انه بيبلغ عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في جميع انحاء العالم اكثر من 43 مليون شخص. بطبيعه الحال بتتصدر الولايات المتحده الامريكيه هذه القائمه باكثر من 8 مليون و700 الف مصاب بفيروس كورونا، تليها الهند ب 7 مليون و900 الف مصاب، اما البرازيل فتاتي في المرحله الثالثه او في المركز الثالث إنجاز التعبير ب 5 مليون و 380 ألف مصاب بكوفيد 19. يعني خليني بس أقول حاجة برضو مهمة، إن إحنا هنا كوسائل إعلام مهم إن إحنا ننقل لحضراتكم ويعني نكون برضو مرآة للي بيحصل أو لمخاطر كورونا وننقلها لحضراتكم. إمبارح وزارة الصحة بقى لو هنتكلم بالأرقام أعلنت آخر أرقام كورونا، تم تسجيل تحديدا 167 حالة جديدة ووفاة 12 حالة جديدة، ده بس امبارح. فاحنا كل يوم هنتابع مع حضراتكم يعني، بس طبعا الارقام اعتقد في ازدياد مستمر يعني مش عارفة مش عارف الموضوع ده نهايته ايه. ربنا يستر ان شاء الله علينا جميعا وعلى العالم كله في اللي جاي. هنطلع وعلى الرياضة احنا كل شوية بنشوف اسم يعني رياضي كبير بيصاب، ومنهم اللي بيتوفى ومنهم الحمد لله اللي يعني بيخف، لكن طبعا الموضوع مقلق على كل الأصعدة. ربنا يستر على كله، وبنتمنى اكيد الشفاء العاجل لكل المصابين سواء بكوفيد 19 او بغيره من الامراض، اللهم امين. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية نكمل كلامنا. اتفضل. بنجدد التحية والترحيب مرة ثانية بكل حضراتكم. تعالوا بقى عشان نكمل سلسلة أخبارنا، والخبر اللي جاي ليه علاقة بروح التحدي. هنتكلم معاكم عن أحد الأبطال من ذوي الهمم، لاعب اسمه محمد إكرام، هو باكستاني ولد بدون ذراعين ولكنه بيتقن لعبة السنوكر، وهي طبعا شكل من أشكال لعبة البلياردو الإنجليزية الشهيرة. أمضى إكرام اللي بيصل من العمر أو اللي بيبلغ من العمر 32 سنة سنوات في صقل مهاراته، وتمكن الآن من تحدي أفضل اللاعبين على مستوى العالم. تعالوا نشوف الفيديو. Bye.
والله لا والله قلبي وجعني يعني. ربنا يا رب يسعد الناس دي ويوقف ولاد الحلال ليهم ويخلينا احنا رحمه ليهم يعني. يا رب كده نتعلم ازاي نتعامل مع بعض بشكل انساني يبقى فيه رحمه في التعامل ما بيننا. الناس دي مجرد ابتسامه في وشهم على فكره بتفرق يعني. ما نحسسهمش ونقعدش نبص على ايه غريب يعني او ايه مختلف ونقعد نحسسهم ان هم مختلفين. ربنا يسعده ويسعد كل الناس اللي كده ويرزقهم ويخليهم كمان احسن مننا يا رب. وعايز اقول لك على حاجه بقى. انا اعرف حد موجود في عيلتي شخص يعني هو اتولد من غير ايدين بس ايديه قصيره يعني عنده ايد بس قصيره. ده حد في عيلتي والشخص ده فنان تشكيلي والله العظيم وبيعمل هنا معارض في مصر يعني. بص مفيش حاجه اسمها اعاقه تاني. هنرجع نقول بجد ربنا يا رب يوفقكم ويخليكم تاني كده حاجات يعني نماذج مشرفه جدا في كل مجتمعاتكم. وزي ما بيقولوا كده باللهجه العاميه ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا فعلا مع ناس صح. كتير جدا منهم. نروح نكمل بقى اخبارنا الرياضيه وهنا بنتكلم عن ان تم تاجيل سباق تصفيات كاس ناسكار ده في تكساس بعد 52 لفه. ده كان يوم يعني فيه ضباب بشكل كبير جدا وكان السباق صعب حقيقي. خلينا نروح نتابع الطقس السيء ده اللي تم فيه السباق ونرجع نكمل. NASCAR Cup Series playoffs from Texas Motor Speedway. Condensation and mist in the areas we go to this aerial shot showing that mist has come over the racetrack. Rear spoiler did not pass muster. The rule book says that it has to be as supplied by the manufacturer. There was something there that NASCAR didn't like. Into turn one for the first time this weekend for these drivers. And they're wide open already. Oh, we got a car wrecking in turn two. Right up in front of the 19, up against the wall. And the caution comes out. It looks like that's the 17. 17 was around. And so already Chris Buescher has a little bit of damage to that car. Stanley, we've had a huge impact from Yaley. The 27 of Yaley. J.J. Yaley smashes the back of that car. A competition caution scheduled for lap 25. Denny was running fourth when he went up the racetrack. Lost a lot of positions. Now, a big run by Alex Bowman, and Harvick's into the wall. Harvick tags the outside wall. Hold your line. Might have a... Guys, I have to think this might be a little bit of the condensation you're seeing on that onboard camera. It got very intense just as we went to that restart. The precipitation on the lenses of the cameras have told the story, and now the caution has come out. And this is for that precipitation. But they brought the field down pit road. They're stopping them on pit road. Looks like a red flag is going to get displayed here pretty soon because of this precipitation that's in the air. تعالوا بقى ناخد حضراتكم الى واحده من بطولات الجولف الكبرى في كاليفورنيا. نجح الامريكي باتريك كانتلي في تخطي تاخره باربع ضربات وصعد الى الصداره برصيد 65 ضربه وسبع ضربات تحت المعدل ليحقق الفوز بفارق ضربة واحدة فقط. الكلام ده في أي بطولة؟ بطولة زوز والجولف المقامة في كاليفورنيا. خدي فكرة أهو، خدي فكرة بنفسك. Yeah, good work. Thank you.
flip out. Oh my God. طب يمكن بتتنطق زوزو مثلا او اي حاجه طلعت زوز ولا مش زوز في الاخر. عمري ما سمعت عن البطوله دي الحقيقه. اسم غريب جدا بالنسبه لنا من وجهه نظرنا طبعا كشرق اوسطيين. ممكن يعني ما ينفعش مثلا في بطوله ايه عديله للمصارع الروماني، هتستغربي جدا الاسم. فطلعت بطوله زوزو للجول. طيب اخر اخبارنا النهارده عن فوز الامريكي جوزيف نيو جاردن ده بسباق الجائزه الكبرى بسانت بيترسبرغ. كمان النيوزيلندي سكوت داكسون ده ضمن لقبه السادس في سباقات الاندي كار في ختام الموسم. طيب كده دي الفقره الاخباريه هي خلصت. هننتقل بقى للنصف الثاني من يعني بلاتو والفقرات الحواريه، ولكن حابين انا وكريم نفكر حضراتكم بس باخر حاجه اللي هي فقره السوشيال ميديا. السؤال كان بصراحه اهم حاجه الصراحه، زدنا قد ايه من اول 2020 وهل مارسنا رياضه علشان يعني نقدر ان احنا نتصدى للزياده في الوزن دي ولا لا؟ وممكن نبدا قبل كمان ما نروح لفاصل بينا ونكون صراحه مع الناس. انا هبدا بنفسي، انت قول عادي. انا موقفي صريح، انا صوره واضحه في حالتي، انا مش طرف اللي انتوا بتتكلموا فيه ده يا حضراتكم. هو انت عمرك ما بتتخن؟ انا ايه؟ ما بتتخنش خالص. ها؟ لان ما باكلش. خلي بالك من حاجه، ما بتاكلش ايه؟ انت كل يوم بعد الهوا بتاكل قد كده؟ جاي لك اهو تسالي سؤال وبتجاوبي عليه ولا تسمعي من اخوكي الاجابه؟ في اجابه هتبهرك. اتفضل. لما تحسبي يعني كل الاكلات اللي انا باكلها على يعني على مدار اليوم هي نقنقات، لما تجمعيها تعمل لها مثلا وجبه واحده لشخص ناضج. فانا والله العظيم زي ما بقول لك، بس ابان قدامك ان انا ايه على طول بخرفش في حاجه، بقي عمال يلعب، بس كلها رفايع، مفيش حاجه اللي جت. اقول لهم انت قلت لي ايه في الفاصل نجيب سندوتشات ايه؟ بتنجان العالمي، والله العظيم بتنجان عالمي. لا طبعا حابة نتناقش في تفاصيل الخبر، ممكن نتناقش في تفاصيل الخبر. خليها بعد الفاصل. واحكي للناس انت فايتك قد ايه والله. طيب بس بقول لحضراتكم ابعتوا لنا. ولو انا هقول بقى بصراحه، انا من 2020 بدايتها زدت 20 كيلو 10 كيلو. اللهم صل على كامل النور. 10 كيلو. صل على كامل النور. انت كومنت جابت معاكي كده؟ انت لخبطتني، استنى بقى. 10 كيلو بس، والله 10 مش 20، 10 وان شاء الله هنزلهم، نزلت منهم كيلو ونص ان شاء الله، لسه في شهرين بس. انا بالنسبه للرياضه لا يعني كنت مواظبه، ودلوقتي بصراحه بقالي اكتر من شهر ما رحتش الجيم خالص، فادي الشفافيه مننا، مستنيين بقى الشفافيه من جانب حضراتكم. فاصل ونكمل. اهلا بكل حضراتكم مره تانية، بنبتدي معاكم دلوقتي فقرتنا الحواريه الاولى، وهنتكلم من خلالها عن رياضه السومو، وهي طبعا من الرياضات المختلفه جدا. رياضه ظهرت في البدايه في اليابان وانتشرت بعد كده شويه بشويه، واصبحت يعني قاعدتها عريضه جدا جماهيريا في الكثير من البلدان. معانا النهارده بطل حقق ذهبيه في بطوله العالم للسومو بمنغوليا. تخيلت وهو داخل علينا ان احنا هنشوف شخص من الحجم العائلي، لقيت حد في منتهى الرشاقه اللي في الدنيا. فبنصبح على كابتن عبد الرحمن الصيفي. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك. صباح الخير عليك يا كابتن. وانا كمان كنت متوقعه زي ما كريم قال، بس انا افتكرت كان معانا مره فقره وفعلا كانوا بيقولوا ان في وزن يعني قليل او يعني خفيف ووزن ثقيل، وتقريبا الوزن بيبدا من 85 كيلو بالظبط، 80 كيلو شباب. فانت كده وزن مفروض خفيف. أنا اول ميزان 85 كيلو ده ميزان في الكبار. طيب نبدا بقى نعرف عنك الاول كابتن عبد الرحمن، يعني عرفنا كده حتى الجانب الانساني، يعني انت درست ايه، جامعه ايه، بتشتغل ولا لا، وبعدين ازاي انتقلت بقى او يعني رحلتك الرياضيه في السومو؟ هو انا كنت في مدرسه عسكريه رياضيه في اسكندريه، اخذت فيها فتره الاعدادي والثانوي. طيب. فتره الابتدائي طبعا كانت في الحي اللي انا بعيش فيه اللي هو طنطا. بعد كده انتقلت في الاعدادي والثانوي للمدرسه دي بتاخد الموهوبين الرياضيه. حلو. كنت انا في الاول بلعب مصارعه الماني، ولغايه دلوقتي انا بلعب مصارعه، بس وجت فكره السومو من خلال المصارعه.
وهل حققت في المصارعة نفس الإنجازات العالمية؟ لا، في المصارعة أنا بطل عرب في المصارعة، السومو بطل عالم. السومو يعني هي سومو مشتقة من كذا لعبة، مشتقة من المصارعة ومشتقة من الجودو، فيها كذا لعبة يعني. فالمصارعة ساعدت شوية اللي أنا ألعب في السومو. كانت أول حاجة ليا في السومو كانت 2016، رحت لعبت بطولة عالم في منغوليا، هم كلهم اتفاجئوا بيا اللي أنا جبت أول عالم، اول لاعب في القاره يعتبر يجيب اول عالم. بعد كونك بطل للعالم في رياضه معينه، مش شايف ان هي تستحق منك تركيز فيها اكتر، ولا انت برضو هتبقى بتمارس؟ ما انا برضو يعني انا جاي هنا من المركز الاولمبي في المعادي، معسكر في منتخب مصر المصارعه. طول ما يعني دي حاجه بتسند حاجه يعني، المصارعه سند السومو والسومو سند المصارعه، فمركز في اليمتين يعني شويه. طب انت لما كسبت كان يعني انت خدت مركز اول؟ انا خدت اول في 2016، كنت اول لاعب مصري يجيب اول، كانت اول عالم شباب. اوزان كانت ايه؟ كانت 80 كيلو. كنت بلعب 80 كيلو. أوكي. بعد كده لعبت حاجه اسمها الورلد جيمز، دي زي الدوره الاولمبيه بالظبط، بتتلعب كل 4 سنين بس للالعاب الغير اولمبيه. كان سني صغير شويه، جبت 5 فيها، كانت في بولندا. اوكي. بعد كده في 2018 لعبت كانت اول بطوله عالم ليا كبار، جبت مركز ثالث في تايوان. وبعد كده في 2019 جبت برضك مركز ثالث في ثالث عالم كبار في اليابان، كانت ثاني ميداليه. خلينا في الاول عالم، لان دي طبعا يعني جمله مهمه جدا، في ناس قفلت حياه كامله عشان تقدر طبعًا توصل لللقب ده، ان انت تقول بطل عالم في رياضه من الرياضات. منغوليا والرحله دي اكيد كانت تفاصيلها كتير. اكيد طبعا. وانت رايح كان كنت موجود في وضع نفسي ما، وراجع وانت بطل عالم، مرحله ما قبل وما بعد، بس في الرحله دي بالتحديد كانت اول عملية. اول احنا مشينا من هنا رحنا معسكر في اوكرانيا، كان اول معسكر ليا خلال السومو. فطبعا كنت انا واخد معتقد عن اللعبه ان اللعبه عباره عن زق وناس موازينها تقيله ومش عارف ايه، طبعا ما فيش الكلام ده خالص. اللعبه دلوقتي وكمان اللعبه بتعتمد على 3 حاجات، الاقوى الاسرع الامهر، فمش معتمد على جانب واحد اللي هو القوه بس، عاوز الاقوى والاسرع والامهر، وبالذات في الموازين اللي هي الخفيفه اللي هو 85 كيلو وال 100 كيلو وال 115. فروحنا معسكر في اوكرانيا كان مدته 10 ايام، كان معسكر مغلق، اتمرنا مع الفريق الاوكراني واكتسبت خبره يعني شويه صغيرين على خلال ال 10 ايام. بعد كده انتقلنا لمنغوليا، طبعا كنت اول مره العب بطوله عالم، وكانت الصاله مليانه بالجماهير جدا لان اللعبه رقم واحد في اسيا. يعني هي اللعبه رقم واحد في منغوليا وفي تايوان وفي اليابان، زي الكوره عندنا بالظبط، لعبه مقدسه. والسومو فيها الهواء اللي احنا بنلعبها وفيها بروفيشنال اللي هي المحترفين. فاللعبه واخده حيز كبير قوي بره، يعني انا دخلت الصاله كان حوالي فيها من 30 ل 35 الف متفرج. هو حجم السيركل دي اللي هي بتبقى زي الحلبه يعني قد ايه؟ بيبقى مساحتها قد ايه؟ هي قطرها صغير، كان الكابتن احمد معاك هو اللي يقول لك التفاصيل دي بالظبط، بس هي خطوتين بس لورا من وضع الصراع. انا حاساها صغيره. في صغيرة. عاده انا لما بشوف بطولات بتبقى اكبر ولا انا؟ لا هي كلها زي ما هي، هي نفس المساحه دي. هي غالبا بتتكلم على المصارعه الرومانيه مثلا، بتبقى الدايره بتاعتها المصارعه الرومانيه الدايره بتاعتها اكبر من دي. ما عشان كده هي ملاحظتها. لا سومو شويه، لان كنت بشوف دي في اليابان، دي الماتش ده في اليابان، ده كان على 3 و5 في بطوله العالم في عقر دارهم يعني. لا ده هي البطولات في اليابان بتبقى قويه جدا. اللعبه بره دي واخده حيز كبير قوي من المشاهده. بتهيألي غير التوافق العصبي عضلي وغير القوه البدنيه والجسمانيه، بتهيألي برضو عايزه، انا مش عارف في حاجه رياضيه، المصطلح رياضي للي انا هقوله ده، فكره العصب ولا هي بتتقال عصب برضو في الرياضه؟ كتمرين يعني قوه ولا؟ كتمرين، كممارسه، كبطوله، كمنافسه. ما هي كل حاجة ليها تمارين معينة، بس هي السومو مشكلتها في حاجة واحدة، إن جميع الألعاب الرياضية فيها تعويض. يعني أنا مثلا في المصارعة ممكن أخسر في أول الجولة 2 بونت 4 بونت 6 بونت أو أقوم أعوض وأكسب الماتش. السومو ممكن نبقى مسافرين رحلة طويلة زي دي من هنا لغاية اليابان، وأول ماتش تخسر تقعد بره، مالكش أي فرصة تانية. يعني الخسارة خلاص. الخسارة سهلة جدا، إن أنت أي حاجة تلمس غير قدم رجلك خلص الماتش. يعني ممكن في لحظه، هو الماتش اصلا ما بيكملش من 10 15 سنه. طب ده بيستدعي منك وانت داخل ماتش مهم بتبقى بتفكر في ايه؟ بتركز في ايه؟ انت طالع هي حاجه واحده ملهاش تاني، لان هو مده الماتش 10 ثواني او 15 ثانيه، فانت طالع حاطط تكنيك معين في دماغك هتعمله، مفيش غيره، لان مفيش وقت تبدل. طب والدايره المنافس بتاعك حاطط نفس الفكره في كله حاطط نفس الفكره، بس هي بتعتمد بقى على يعني الاحتكاك الاكتر، التركيز. طبعا في ناس كتير بيبقوا جايين مفكرين ان اللعبه ان هي سهله، دايره صغيره حاول اطلعه بره، لا مفيش الكلام ده خالص.
اللعبه فيها تكنيك كتير قوي، وبالذات لما بنروح معسكرات في اليابان عندهم تكنيك كتير قوي غير الناس معتقدين، وعندهم كذا حل وكذا وضع في خلال الدائره الصغيره دي، فهي بقى بتعتمد شويه على كتر الماتشات والاحتكاكات. طب انت بتعتمد على ايه؟ يعني انت بتقول في تكنيك معين، طيب انت مثلا كل خصم بيبقى ليه نقطه ضعف معينه، انت بتبقى دارس الخصم بتاعك قبلها ولا نظام مدارس؟ يعني المدارس اللي بتاعت اوروبا كلها معتمده على القوه. طبعا المدارس بتاعت اسيا كلها المهاره، ان هي اللعبه اصلا اساس من عندهم، فعندهم المهاره كتير قوي، عندهم معتمدين كل اعتمادهم على المهاره مش على القوه. بمعنى ايه المهاره مش القوه؟ المهاره التكنيك. يعني المدرسة اللي هي بتاعت أوروبا، بولندا، المجر، روسيا، الناس دي معتمدة على القوة قوي، إن هو داخل الماتش أنا قوي أقوى من اللي قدامي، فأنا يا هشيله وأطلعه بره يا أوقعه على الأرض. طب على ذكر المدارس المختلفة الأوروبية، هل رياضة السومو برضو فيها احتراف؟ يعني أنت ممكن مثلا تفكر إن أنت تحترف؟ عندنا كان عندنا عبد الرحمن شعلان فيها المحترفين دي في اليابان، بس مشكلتها إن هي كلهم ميزان واحد، ما فيهاش موازين، اللي هو الأوبن، كلها ميزان واحد أوبن. وعايز اقول لك ان في 2018 وصل الماتش اللي انا بقول لك عليه 10 او 15 ثانيه ده، وصل المراهنات عليه على مليون دولار. لا معقوله مليون دولار؟ هي معتمده اصلا البروفيشنال فلوسها كده، رجال الاعمال بره في اليابان وكده بتبقى نظام مراهنات. كسبت طب اي حاجه ولا 100,000 دولار حتى ولا ايه؟ عبد الرحمن قول لنا، مش حاجه علينا، فرحنا إيه. عشان نطر القعده كده ونبعت ايد شويه حاجات. انا بنلعب هواه، وكمان الالعاب الفرديه هنا يمكن مش واخده حقها قوي، فبيبقى الموضوع صعب شويه. وكمان دلوقتي يعني دخل نظام السبونسرات والكلام دوت، فكله طبعا متجه في نظام واحد، كله بيدور على السبونسرات. هي الرياضه دي نقدر نقول ان هي مظلومه الى حد كبير؟ اكيد مش هنقارنها بكره القدم، لان مفهوم طبعا كره القدم مش تقارن باي لعبه فرديه عامه للدرجات دي. ما تقارنش، مع ان احنا عندنا ابطال عالم اهو. ما انت عندك ابطال عالم، شوف انت في السنه الواحده كم ميداليه في بطوله عالم بتيجي، ما حدش يعرف عنهم حاجه. بس طبعا هي احنا طلعنا لقينا يعني لغايه دلوقتي الوضع باقي على ما هو عليه، ولا الصوره اتغيرت شويه بعد ما انت شخصيا مثلا خدت لقب بطل عالم؟ ما هو ما فيش، انت تيجي تتكلم دي رياضات شهيده، ما فيش امكانيات، ما فيش، فبتحاول تشتغل على ظل الظروف اللي انت فيها وعلى قد الامكانيات اللي موجوده. يعني مثلا ما فيش امكانيه نسفرك معسكر بره، فانت هتروح المركز الاولمبي، خلاص هو امكانياتك هناك، هتتمرن هناك وتطلع مننا على البطوله. فانت بتحاول تتعامل على ظل الظروف، وفي ظل الظروف انت بتحقق وبتجيب ميداليات وبتجيب القاب وبترتب رقم واحد على العالم، ما بالك لو الظروف بقى سمحت اكتر وامكانيات زادت اكتر، هيبقى الموضوع اسهل بكتير. بص انا هتفق معاك، مش هختلف كتير، ولكن انا بس عندي اضافه ان ربما ده مؤخرا الى حد ما اتغير، بدليل مثلا هقول لك حاجه، مثال صغير عننا احنا، يمكن في 10 الصبح في الاهلي دي رابع مره او ثالث مره يبقى معانا حد عن رياضه السومو. بس انا متفقه معاك، انا ما بقولكش ان ما فيش اهتمام، ربما ما كانش فيه اهتمام كبير بالالعاب الفرديه اللي هي اصلا بتجيب لنا البطولات اكتر، ولكن انا اشعر ان في اختلاف دلوقتي، لان توجه الدوله كله في فكره الرياضه يعني وتشجيعها على جميع الفئات، فخلينا نتفائل. يعني ما هو الفتره الاخيره ابتدى يعني الظبط تبقى شويه على الالعاب الفرديه، صح، وبدليل ان هم الوزاره ساعت وجابت سبونسرات للعيبه كتير، فده برضه كويس، لان ده بيشيل من عبء الوزاره وبيوفر للاعب امكانيات اكتر. طيب ما هو ده زي ما بيقولوا كده اول الغيث قطره. ما ده صح، بس هو برضك يعني في، ما انت مثلا وفرت سبونسر لكام لاعب؟ في لسه مليون وكتير قوي، في لعيبه كتير قوي، في لعيبه مظلومه. معلش بس من حيث المبدا، لما اللي كان غايب ده يتوفر ويتحقق حاجه كويسه. كمبدا في الاول هو ده كويس. ومع انجازاتكم انت وكل الزملاء يعني اكيد برضو ده هيشجع اكتر الرعاه ان هم يتولوا المسؤوليه دي يعني. اكيد طبعا. طب انت بالتالي طموحاتك رايحه فين؟ يعني بتفكر في ايه؟ شايف نفسك قدام عايز تعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ هو كله بيبص لحاجه واحده، يعني هو كله بيبص ان ميداليات في بطوله عالم، انا مثلا لعبه زي دي مش لعبه اولمبيه، فببص للميداليه في بطوله الورلد جيمز اللي هي بتتلعب كل اربع سنين برضك للالعاب الغير اولمبيه، اي لعبه مش في الاولمبياد بتتلعب في البطوله دي. ده من الجانب اللي هو اللي انا بلعبه في السومو اللي هي اللعبه غير اولمبيه، طبعا اللعبه الاولمبيه مثلا كم صراع بتبص لميداليه اولمبيه. بس هو اي رياضي ما بيبصش غير على الحاجتين دول. تمام. طيب وانت على المستوى بقى يعني الاخر، انت بتشتغل يا عبد الرحمن برضو، يعني عامل توازن بين هنا وهنا ازاي؟ انا بحاول اوفر اسكان في شغل اسكان في دراسه، انا في كليه اداب، فبحاول يعني يبقى في توازن شويه ما بين الدراسه وما بين الشغل وما بين المعسكرات. يعني انا حاليا سايب البيت وقاعد في المركز الاولمبي، فطبعا انا مش شغال ولا في حاجه،
فده برضو بيأثر في حاجات تانية. بس انت عندك شغف في حته الرياضه اكتر فعشان ايوه طبعا. ما انا لو ما عنديش شغف ده مش هسيب البيت ومش هسيب الدراسه. لا ربنا هيوفقك ان شاء الله عبد الرحمن. يعني ما اصل احنا بنتكلم بطل برضو، انت مش جاي واحد جاي بيكلمنا يعني ان هو عايز فرصه، احنا بنتكلم بطل عالم مش اي بطل. طيب على فكره بقى يعني دي ممكن نبص لها من زاويه ثانيه، انت دلوقتي عندك فرصه وانت على الهواء مباشره، يعني الى جانب جهود ومجهودات كل القائمين على وزاره الشباب والرياضه اللي ابتدت تندع يعني على الالعاب الفرديه في الفتره الاخيره، تحب تقول ايه للرعاه نفسهم؟ تحب تقول ايه لاي شخص او اي كيان او اي جهه ممكن تكون مفيده وداعمه للبطولات شباب مصريين زي حالتك كده؟ انا مش هقول حاجه غير هو حاجه واحده، انت بتستثمر فلوسك في حاجه مفيده وبتعمل بطل، مش ليك ولا لنفسه، انت بتعمل بطل بيلعب باسم دوله كامله وبيرفع علم دوله كامله، وما بيرفعش اسمه يعني انا ما بكسب ما حدش بيرفع صورتي، بيرفعوا علم الدوله. فانت شوف انت بتساهم في يعني انت بتساهم فيه وبتساهم في دوله كامله وبترتب دوله، فانت بتساهم في حاجات كتيره قوي خلال المعسكرات يعني المعسكرات والسفريات. هي بالنسبه لرجل بيزنس او رجل اعمال هي بالنسبه له الباكج بتاع المعسكرات والسفريات مش رقم، يعني هو مش رقم بالنسبه له، بس انت بتحيي بيه حاجات تانية كتير قوي. ان انت مثلا جميع اللعيبه بيجوا في سن من 22 28 كله بيحاول يبطل، اللي عاوز يشوف شغله، عاوز يشوف مستقبله ودراسته، اذا كان هيخطب اذا كان هيتجوز. ليه؟ لان مفيش مثلا امكانيات او حاجه تانية موفره ليه ان هو يكمل في الرياضه، مع ان هو بيبقى لسه عنده يد كتير قوي، بس طبعا كله بيبص لجهه تانية. هي دي الفكره. كما ما بيكون في سبونسر او في حد داعم بتبقى انت طلعت تفكيرك بره جزء معين، اسكان مادي اسكان شغل اسكان دراسه اسكان اي مشكله، فانت بتطلع خارج كل ده، بتبقى انت تركيزك كله في التمرين. فدي اكتر حاجه انا اتفق معاك. وممكن انت برضو تحاول تكري يعني تنشئ نوع من الابتكار، بمعنى انك ممكن يعني تتبنى فكره كمان ترويج للسياحه في مصر وانت مسافر، فهنا ممكن يجي سبونسر حتى لو هو عايز ينشر الشغل بتاعه في الخارج، ان هو عن طريقك انت بتسافر وبطولات وصور وبتاع. بالذات لو حد عنده شغل مثلا في اليابان او كده هيبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه له. دي نقطه كويسه، بدل ما بيدفع دعايه وبيدفع فلوس كتير قوي فانا ممكن اعمله ده اكتر. وكمان انا ما فيش سنه بتعدي غير ما بروح اليابان مرتين او ثلاثه. اعمل ده على صفحتك، دي نصيحه. اعمل صفحه واعمل ترويج للصفحه واعمل فيديوهات صغيره واتكلم عن السياحه في مصر وغيره، ان انت تبقى واجهه مصريه بتدعم السياحه في مصر كرياضي. السياحه الرياضيه دي جميله جدا عن طريق الابطال بتوعنا. صدقني انت ممكن بعد كده السبونسر هو اللي يجي لك. ما هو يعني كل رياضي بينزل وكله بيطلب، ما عادش حد دلوقتي ساكت. ما هو احنا لو اتكلمنا بالروح دي مش هنتحرك يا عبد الرحمن. اسمع الكلام، نجرب احسن ما نفضل. انا بكلمك بجد، يعني لازم احنا نسعى وربنا بقى بعد كده كاتبها مش كاتبها، بس انت طبعا. اعمل اللي عليك. صدقني انا بتفائل، يعني خليك أكيد. فكر في الطريقه دي. والله مش متفائلين، كان زمان ما كملناش. بالظبط، برافو عليك. ما هي دي النقطه. سكت معانا يا عبد الرحمن، سكنت يا عبد الرحمن. ده هيبص هيدغدغ الدنيا الفتره الجايه. طيب عبد الرحمن، عايزين نعرف منك بقى ذكرياتك اللي ما تتنسيش، المباريات اللي دايما وانت قاعد كده سواء كنت فايز فيها او انت هزمت فيها، بس مباريات معينه برضو ما تتنسيش، يعني ذاكرتك فيها ايه؟ اللي هي برضك اول بطوله احنا في السومو بنلعب فردي، اللي انت بتلعب في الميزان لوحدك، وبعد كده الفرقه بتلعب، بيبقوا اربعه، ثلاثه اساسيين وواحد احتياطي. فيها كمان فرقه فردي وفرق. بترتب لنفسك وبترتب والفرقه لازم تكون كلها نفس الوزن؟ لا مش شرط. امال هتتلعب ازاي؟ احنا مثلا يعني انا مثلا كنت 80 كيلو وكان معايا 100 كيلو وكان معايا 115، وفي بقى طبعا الاوبن اللي هو الميزان المفتوح، والفرقه اللي قدامك نفس النظام، والمدرب بيحط خط يعني بيحط التقسيمه وقصاد المدرب الثاني. ممكن تصادف ان انا العب اتقل واحد عنده، مش شرط، هو محطوط معايا. وده اللي حصل فعلا في منغوليا، اما جت البولا والرهالي كنت انا اصغر لاعب وهم المفروض اقل ميزان ما بيلعبش في الفرقه، بس من اللي انا عملته الحمد لله يعني فضل من عند ربنا لعبوني في الفرقه، مع ان كنت اصغر لاعب. وكل البطوله اتفاجئت ان 80 كيلو بيلعب في الفرقه، ان الفرقه بياخدوا الناس الثقيله عشان يضمن المكسب. فلعبت كان اول ماتش مع روسيا، فكنت بلعب اللي جايب اول في ال 100 كيلو في الفرد، البطل بتاع روسيا بتاعها. فطبعا انا طلعت يعني كان الموضوع بالنسبه لي صعب، وان انا كمان هلعب ميزان تقيل وان هو جايب اول، فالموضوع كان صعب. وطبعا حصلت معجزه وكسبته بشكل برضك يعني حلو. فالدنيا كله لقيته على يعني حتى المدرب بتاعه جه، وفي ناس من اليابان جت اتكلمت معايا وقالوا انت غيرت نظريه فكره السومو، الاثنين بيزقوا في بعض من اللي انا عملته يعني. وكمان ان هو كان خلاص هيطلعني بره، قمت انا جاي ناطط لافف وراه وشيلته طلعته انا بره.
برافو عليك. فبرضه كان كله متفاجئ في اليوم ده، وان انا كنت شباب ولعبت بطوله عالم كبار، يعني كنت لسه في مرحله الشباب ولعبوني بطوله عالم كبار في تايوان، جبت تالت، يعتبر كسبت ابطال دايما بيجيبوا ميداليات. هي بجد يا عبد الرحمن ما شاء الله. خلينا بقى ناخد كمان شهاده اخرى من كابتن احمد خليفه المدير الفني لمنتخب السومو. يا كابتن احمد صباح الخير على حضرتك. كابتن ألو. احمد صباح الخير يا كابتن. صباح النور، ازيك يا استاذ نهاوند؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. صباح الفل على حضرتك يا كابتن احمد، منورنا. ما يعني لو حضرتك بتتابعنا في 10 الصبح في الاهلي هتعرف ان احنا مهتمين بهذه الرياضه بشكل كبير. يعني دي ثالث او رابع مره تقريبا نتكلم عن او نفتح هذا الملف، ومعانا بطل النهارده عبد الرحمن. عايزين ناخد برضو راي حضرتك او شهادتك في عبد الرحمن، هو حاجه جميله جدا ونموذج رائع. وهو كان بيكلمنا كمان في فكره هنا الرعايه، وان هو محتاج برضو يبقى فيه اهتمام شويه ويبقى فيه صرف فلوس. فخلينا نتكلم برضو من الزاويه دي، علشان احنا لو عندنا مشكلة أو في حاجة عايزين مثلا نحسنها برضو نحط إيدينا عليها. تفضل يا كابتن أحمد. هو طبعا في أنا بكرر شكري ليكم. احنا ابتدينا الحلقات مع قناة الأهلي، القناة اللي أنا احنا دلوقتي بنعتبرها القناة الأولى الرياضية على مستوى مصر دلوقتي. لما جبتكم اتكلمنا عن السومو النهارده، الحلقات اللي فاتت متابعكم جبتوا أبطال في الرياضات المفروض اللي ما كانش عليها اهتمام خالص، المصارعه سمر، اتكلمتوا في حاجات كتير قوي كويسه بتبينوا حاجات كويسه قوي في البلد. دلوقتي النهارده بتتكلموا مع عبد الرحمن السيفي. لا ده عبد الرحمن ده عايز اقول لك ده التالنت بتاعنا في السومو ده ما شاء الله عليه. يعني عبد الرحمن من دي 1 اول ما لعب سومو جاب لنا ميداليه ذهب، ودي الميداليه الذهب الوحيده اللي في تاريخنا في السومو. فاحنا معانا لعيب تاريخي اسطوري اسمه عبد الرحمن السيفي. لما نتكلم بقى على مستوى الانجاز، لما صعب جدا في السومو عندنا النقله بتاعت من ناشئين لكبار. عبد الرحمن 2016 كان بيلعب ناشئين، كان اول عالم. 2017 اتنقل لنقله الكبار في ايفنت قوي جدا في الورلد جيمز، جاب خامس. 2018 و19 قدر يجيب ميداليتين برونز. ومش عايز اقول لحضرتك يعني الحاجات اللي بتحسسك ان الولد ده فارق عن الناس دي كلها، احساسه وهو خارج جاب ميداليا برونز وبيعيط وبيتلمس بطني وانا اسف ان انا ما جبتش ذهب. الراجل هو دايما بيقاتل على ذهب. يعني انا عايز اقول لك عبد الرحمن فرحته بتتكسر في ماتش السيمي فاينل لما يخسر، لان هو اصلا بالنسبه له ميداليا برونز دي ولا حاجه، هو جاي بالذهب. طب خلينا نتفق على حاجه، الفرق اللي عندنا ده احنا هنوصل نجيب ذهب في بطوله عالم كبار ازاي؟ هو بموضوع السبونسر فعلا. انا شايف بتعملوه انكم دايما بتعملوا علينا فوكس على اللعبه زي السومو دي، وانا احس ان احنا قربنا ان احنا نوصل للسبونسر كويس. ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله. الحاجات الجميله بقى كده ان انا فرحان قوي ان انا عبد الرحمن معاكم النهارده. الناس كل الاكل بتاع عن السومو اللي هو اللعبه بتاعت الناس الدكان، انا جايب لكم اهو ايه 85 كيلو بطل العالم. ايوه الكرام دول كرام. ايوه ربنا يخليك يا رب. لا احنا سعداء والله بيه يا كابتن احمد، وبنتمنى لكم والله كل التوفيق باذن الله. وعندنا كوادر، ولو حتى بينقصنا حاجات بسيطه انا واثقه ان شاء الله ان احنا هنقدر نوصل برده. فربنا يوفقكم باذن الله يا كابتن احمد. ربنا يبارك في حضرتك، وبشكر كل اسره الاعداد على المجهود الجبار. حتى يعني انا بتابع فرحان جدا، شايف ورا الكلام الراجل بيتكلم وراه الفيديو بتاع بطوله العالم، فانت واضح المجهود اللي جبار كمان اللي ورا الشاشه. طبعا بشكرك جدا وربنا يبارك فيك يا رب. شكرا ليك يا كابتن، اتفضل مع السلامه. واكيد الشكر موصول ليك انت كمان كابتن عبد الرحمن الصيفي البطل المصري اللي شرفنا، وان شاء الله المزيد من الميداليات والمزيد من البطولات والنجاحات ان شاء الله. بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. بشكر حضرتك، وسعيد ان انا كنت معاكم في قناه الاهلي طبعا نادي القرن، وسعيد ان انتم بتسلطوا الضوء على الالعاب اللي هي يعتبر بنسميها شهيده، هي ما عادتش شهيده بس احنا بنستناها لغايه دلوقتي شهيد. لا ان شاء الله الثقافه دي هتتغير، واحنا بجد بنتمنى لك كل التوفيق. ودعوه بقى يعني لو في اي رجل او سيده اعمال حابه ان هي تشارك وتدعم الرياضه المصريه والرياضيين المصريين، يا ريت تختار ابطالنا اللي في
حاجه لهذا الدعم كده هتكون حققت كذا حاجه في نفس الوقت، يعني سواء دعايه لشغل حضرتك او حضرتك في نفس الوقت دعم يعني ابطال عندنا. فنتمنى ان شاء الله ان ده يتحقق قريب وتوصل لنا كمان وتجيب لنا بطولات تانية. شكرا ليك عبد الرحمن. هنروح لفاصل بس بفكر حضراتكم مره تانية او اخيره بقى خلاص، الفقره الاخيره فقره السوشيال ميديا. زدت كام كيلو تحديدا من اول 2020 بمنتهى الصراحه، وهل مارست رياضه للقضاء على ده او للتصدي ليه، ولا الموضوع متساب؟ يعني خلينا نعرف كده علشان زي ما كنت بقول لحضراتكم عايزين ندخل 2021 بصحه اكيد افضل. فاصل ونرجع نكمل. اخش في اي تفاصيل، ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره هو اتاخر 5 دقائق او 7 دقائق يعني، فاحنا لما وصل بيعتذر قلت له قلنا له حضرتك ما تعتذرش تيجي في الوقت اللي يناسبك. طب راحتك خالص، حبيت ما تجيش مش مهم برضو عادي، طب راحت راحتك. خليني ابدا كده مع حضراتكم بس واديكم نبذه كمان. يعني احنا دايما بنكون حريصين في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نعرض نماذج محترمه جدا وابطال موجودين في مصر كلنا بنفتخر بيهم. هو بطل من ابطال كمال الاجسام وواحد من ضمن افضل هنا شخصيه رياضيه في العالم، ده عام 2020 حصل على 3 بطولات عالم. هي بطولة العالم في الهند دي كانت 2011، والإكوادور كانت 2012، والبرازيل كانت 2014. خلينا نرحب بكابتن أشرف فولة، أو زي ما بيطلق عليه يعني كابتن أشرف فولة. صباح الفل. صباح الخير. هنعرف برضو أصل الاسم. سعداء بوجود حضرتك معانا، أهلا بيك منورنا. عايز في البداية أكون صريح وأمين معاك، يعني انت محتاج الفتره اللي جايه تدعم بطولاتك، لان انا بقالي حوالي اسبوعين بروح الجيم بانتظام، فتوقع في غضون 10-12 سنه هتلاقي منافسه ما كانتش حاصله معاك قبل كده. لا انا جاهز. نتكلم في نقله نوعيه في مشوارك الرياضي. سعداء لوجودك معانا، اهلا بيك. والله انا اسعد، والله الله يكرمك. اسعد والله حضرتك. نبتدي بقى من اي زاويه مع كابتن اشرف؟ من اي ملف فيهم؟ اصل احنا كنا بندردش معاه في حاجات ليها علاقه بالتغذيه وحاجات ليها علاقه بالبطولات. تعالى نبتدي مع حضرتك دي فكرة التغذية المطلوبة لأي حد بيمارس هذه الرياضة، حتى ولو مش بشكل احترافي أو مش بشكل تنافسي. رياضة كمال الأجسام ليها نمط حياة كامل، لازم الواحد يدخل في فورمته عشان يعرف يلاقي فيه نتيجة في آخر المشوار. فإيه نمط الحياة اللي حضرتك بتنصح بيه أي حد مهتم بالرياضة دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كمال أجسام النهاردة ما بقتش اللعبة الشعبية الأولى لكل الأطياف، حتى كل المجالات بقت النهارده بتتجه للجيم علشان يعمل شيب شكل كويس لشغله لبطولاته. انا بعتبر ان كل واحد بطل انه بيقدر يعمل كل حاجه جوه الجيم لمصلحته الشخصيه. ازاي؟ يعني النهارده احنا شايفين ممثلين كتير قوي دخلوا اللعبه وعاملين شكل جميل وشيب كويس علشان ينفعوا في شغله. هو بطل، وانا بعتبر انا نفسي بطل لان انا في اتجاه تاني غيرهم، بس كلنا بنندرج في تعب واحد واتجاه واحد، بس المهام والقوة بتبقى متفاوتة. طيب بالنسبة للشخص اللي هو العادي اللي هو بيلعب لنفسه، لازم أن يكون فيه برنامج تغذية متكامل ليه، اللي هو الجسم ياخد كل العناصر الإيجابية اللي بيستفاد بيها. إحنا بقى كأبطال بيبقى أمورنا صعبة شوية، يكاد إن إحنا بنخش على 8-9 وجبات في اليوم، بس كيف مش كم. الكم احنا رافضينه لانه الجسم بياخد احتياجه ويفقد الباقي، فبيبقى عيب عليه، بيدخلني في متاهات تانية اذا كان نسبه ميه تحت الجلد، دهون، رغم ان الاكل الصحي كله برضه، حتى الاكل الصحي يعني ناخد المقوله اللي تقول اللي كل شيء يزيد عن حده بتقلب ضده. ما هو يزيد عن حده بمعنى ان انا اكل لغايه لما ما اشبعش يعني، ولا اكل ما هو انا هاكل لغايه لما اشبع، امتى اعرف ان هو زياده يعني؟ لا، المعدل اللي انا محتاجه في التغذيه لجسمي اكون انا فاهم بالثقافه، ثقافه التغذيه. انا مش هحددها بان انا شبعت او ما شبعتش، هحددها بالوجبه اللي قدامي. النهارده انا جسمي محتاج في الوجبه من بروتين من قد ايه،
محتاج نسبة كربوهيدرات قد إيه. النهارده أنا بديله الحاجات اللي هو محتاجها. فأنا مجرد المعدة ما تبدأ تاخد على الخطوات دي مع الوقت أصلا كيس المعدة بيصغر، فهو بيعود نفسه على ده. اوكي، بس طبعا بيبقى لها حسبة معينة، كل واحد بيحسبها طبقا لطوله والسن والوزن والنوع ده من لو على البطولة على حسب الميزان. لا أنا بتكلم حتى بعيدا عن البطولات والأجواء التنافسية، الشخص عايز يروح الجيم. مظبوط. حضرتك النهاردة مثلا في تفاوت ما بيني وما بينك في الطول، لو انت حبيت تعمل شكل شيب جمالي وجباتك انت وجباتك في التغذية بتختلف عني شوية، لان زي ما بنقول الجسم فيه مساحات عشان الطول، فلازم اديله النسب اللي هو عايزها علشان في الاخر احصل على الشكل اللي انا برضو محتاجه. ففي تفاوت. مظبوط، صح كده. بس وجبات التغذية نفسها شبه كلها واحد. ازاي؟ مثلا النهارده لو قلت هاخد 250 جرام بروتين في الوجبه، نفس السيستم عند حضرتك، بس هنتفاوت في عدد الوجبات. انا عايزه اقعد اسال حاجات لسه ليها علاقه بالتغذيه والله يعني، بس عايزه برضو انا وكريم يعني نخش بقى في اصل الموضوع، ولكن ممكن اسال اخر سؤال. انا عايزه اسالك عشان برضو الناس تستفيد، يعني هل احنا مفروض نروح نقيس اللي هي في عند الصيدليه كده اللي هو ميزان بيوزن لك الفاتس قد ايه والحاجات دي؟ بادي. مظبوط. بالظبط. فانا رحت عملته طلع فعلا عندي نسبه فاتس ازيد. مزبوط. الناس اللي زي حالتي بقى يعملوا ايه علشان فكره ان الفاتس ازيد في الجسم؟ نبدا نعمل عمليه توازن في التغذيه على طول. هنا التغذيه مع حضرتك مش متكامله، مش كويس. النهارده مثلا انا بجوع باكل الموجود. صح. لا، هننقل ده بقى ايه اللي انا هاكله. من هنا تلاقي حضرتك الجسم خد احتياجه. عشان ما لقاش دهون جايه من بره فيبدا يحرق الدهون الداخليه. ويطرد الميه كمان، فنبدا نخس، نبدا يبقى صحتنا احسن، نفسنا احسن، الحاجات دي كلها. مجرد ما الدهون بتنزل والميه من الجسم، البني ادم بيلاقي النفس بتاعه مستريح على طول. زي ناس لما تبقى البطن عالي قوي يقول لك انا مش قادر اخد نفسي، لو مصوري لو وطى يعمل حاجه يقول لك النفس رايح مني. ماشي، ما انت الميه والدهون قافله على الحجاب الحاجز بتاع الصدر، فبتلاقي الواحد ما عندوش راحه حتى في الكلام زي ما بيقولوا. فالنهارده انت اللي عامل عبء ده، شوف بقى تتخلص منه ازاي، زي ما عملته زي ما يتشال. طب دلوقتي عايز اسالك برضو على فكره، وحضرتك يعني حاصل على بطولات وشاركت في بطولات عالميه كتير الحقيقه، محقق مراكز حاجه مشرفه جدا. ساعه الوقوف على خشبه المسرح والاستعراض قدام لجنه التحكيم والحضور، الفروقات تكاد تكون مش موجوده. بسيطة يعني خالص. يعني حتى لجنه التحكيم نفسها بتعرف. مزبوط. ازاي مظبوط. صح كريم معانا يعني تعرف منين ان كابتن اشرف لا اعلى من كابتن فلان اللي بيتنافس معاه مثلا. مظبوط. هو في عندنا خطوات. الخطوات الاولى اسلوب الشخص في ضرب الاوضاع اللي احنا بنضربها دي، الطريقه بتاعته الملفته للنظر. نمره 2 التناسق الجمالي بتاع الشكل، ما يبقاش ما عنديش مثلا دراع كبير وكتف صغير، كتف يعني كبير والدراع اصغر. لا، التناسق ده بيبقى ليه نظره مع الحكام، دي الدرجات اللي احنا بناخدها. طيب الوقفه على المسرح، الثقه والاحساس بان انت معلش انت اللي على المسرح لوحدك. ده بيوصل للحكم تحت. فالنهارده احنا عارفين ان النظره مختلفه مننا كلنا، ممكن انت تشوفني كويس غيرك مش شايفني كويس. فالنهارده انا ازاي اوصل ده للحكام على الاقل 4 من 7 ان انا كويس. هنا ابقى نجحت. هي برضو فيها حته ذكاء شويه، بس ما انزلش على المسرح اكون مش كويس. انا ممكن اخسر، وما انا بطولات خسرتها كتير بس نازل كويس، بس كان في غيري احسن. بس ما انزلش وحش واخسر واقول انا لا انا كنت اكسب. انا ملاحظه حاجه، ولو برضو حضرتك تقول لي، يعني حضرتك الوحيد اللي عندك او بتبتسم، ودي حاجه مميزه. صح؟ يعني الباقيين مكشرين دايما بيكونوا. صح. مكشرين عاملين كده وش اللي هو يخوف شويه، حضرتك مبتسم، فدي حاجه جميله. حضرتك دي انا اتميزت بيها حتى في بطوله تجارب بطوله العالم 2016. انا كان عندي اصابه في ظهري، وكنت كانت رجلي الشمال ما بتتحركش، واصريت ان انا اطلع على المسرح، وكنت واخد مسكنات لدرجه ان الالم مخليني واقف على المسرح ناسي الابتسامه دي. ومن كله ساب ان انا مش يعني نسي الشكل بتاعي على المسرح، وفين ابتسامه اشرف. والله زي ما بقول لحضرتك كده. صح. بس الالم كان اصعب من ان انا افكر ان انا ابتسم. ودي مش اول مره تتعرض لموقف مشابه برضو، يعني انت في بطوله ثانيه كان فيها عمليه تسمم قبل منها باربع ايام، السنه اللي فاتت، والتهابات في جدار المعده وحدوته كده. بطوله العالم السنه اللي فاتت. أوكي. انا اوفرول البطوله رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، هو مسميني التمثال المصري، ودي انا مشهور بيها في مصر. الدكتور عادل فهيم يعني الله يكرمه، هو يعتبر والدي، مش هقول مش هو رئيس الاتحاد كمان،
في احنا في تقارب شخصي بحكم السنين الطويله اللي انا عشتها مع الدكتور عادل ووقوفه جنبي. يعني في مقوله هو نفسه يقولها وانا تحت، حتى لو في فيديوهات كانت عندي تسمعها وهو بيقول لي تحت التمثال المصري، يعني هو بيكلمني تحت كنا في بطوله العالم يقول التمثال عاشي اشرف انت تمثال، على سبيل هو شايف حاجه الحمد لله كويسه يعني. فكان الكلام ده هو مع الدكتور ورافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، طلعت عليا اشرف فولا ده التمثال المصري. حتى لما بيبقى في لقاء في اي مجال حد عارفني بيقول لي ومعانا التمثال المصري اشرف فولا كده يعني. طب افضل 100 يعني شخصيه رياضيه هنا بنتكلم في العالم برضو، دي حاجه بالسهله لو نتكلم عنها سريعا حضرتك. بصي انا 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 اتفاجئت بالكلام ده وكان عندي كبير قوي، وانا لله الحمد من اللعيبه يعني انا عاصرت منتخبات كتير، المنتخبات دي كلها يعتبر انا النهارده اكبر واحد في المنتخب، وانا كابتن المنتخب دلوقتي. ففوجئت بالدكتور عادل فهيم بيكلمني بالجمال دون، انا الصراحه ما كنتش مصدق لان حاجه برضو بعيده، احنا الكلام ده بنسمعه في الكوره بنسمعه وكده، لكن احنا بعيده الالعاب الفرديه احنا مرفوضين تماما مش واخدين حقنا في البلد، رغم ان اقسم بالله العلي العظيم انا كل مره ببقى في البطوله حتى لو انا نفسي ما رفعتش علم مصر وصاحبي رفع علم مصر او التوتال العام بتاع البلد عملت اول، انا بتبقى دموعي بتنزل، لو في فيديو كان بيجي يشوفوا دموعي. العمليه مش عمليه ان انا مثلا ايه دموعي دي نازله علشان حد، لا انا نفسي عندي احساس رهيب وانا شايف مثلا في الهند 63 دوله واقفين لنا كبيره، اللي يحسبها والله مش بتاعتي دي بتاعتنا كلنا، 63 دوله واقفين للعالم بتاعنا، ده موضوع اللي يفهمه والله العظيم كبير قوي. الوقفات دي تزيد الفتره الجايه ان شاء الله من خلال مشاركاتك وفعاليات واحداث وبطولات رياضيه مختلفه وحصولك على مراكز متقدمه كالعاده. للاسف الوقت بتاع الفقره جري معاك والله، ده التاخير من عند حضرتك. احنا كان نفسنا نقعد اكتر من كده بس والله نوعدك تكون معانا تاني ان شاء الله. باذن الله يا فندم، سعداء لوجودك معانا وبنتمنى لك كل التوفيق والله المره الثانيه. لا لا حضرتك منورنا. لا يا خبر لينا ان شاء الله معاك لقاء ثاني وبطوله جديده باذن الله وميداليه ذهبيه جديده ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا جزيلا. طيب هنستاذن حضراتكم، احنا هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره اخيره للسوشيال ميديا ونسمع بقى ونشوف ونتعرف على اجابات حضراتكم على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقه النهارده. فاصل ثم عوده، اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كويس السنه دي من اولها كورونا عملت شغل عالي جدا وقعدت معظم الناس ان ما كانش كل الناس في البيوت، نتج عن ده ان في ناس كتير جدا مننا زاد وزنها نتيجه طبعا فترات الحظر الطويله، الاعادات المطوله في البيوت، اعاده ساعات العمل اللي قلت او اللي انعدمت عند كتير من الناس من جراء كوفيد 19. فسؤال حلقه النهارده المتعلق بالسوشيال ميديا، كل واحد منكم زد ده في حال ما اذا كان وزنه زاد نتيجه القعده في البيت، زدت كام كيلو؟ وكان ليك مال اظن السؤال. زدت كام كيلو؟ هل مارست رياضه ولا لا عشان تقدر تتصدى للزياده دي؟ فخلينا بقى نسمع كده ردود حضراتكم. طبعا برضو ده جزء من اللي اتبعت مش كله، احنا على قد ما نقدر يعني بنعرضها. اتفضل يا فندم. حماده حبيب اول من الناس من اوائل الناس اللي بعتوا لنا، بيقول للاسف مع القعده في البيت وقله الشغل وزني زاد 5 كيلو جرام بسبب كورونا، ولكن حاليا انا نزلت 10 كيلو. حسام حسيني بيقول جدا ردا على سؤال هل وزنك زاد ولا لا، وما رحتش جيم. جدا وما رحتش جيم. وسعيد سلام بيقول قل من 45 الى 37 كيلو علما بان انا عندي 17 سنه. عندك 17 سنه وزنك 37 كيلو، اعتقد مش صحي تماما، تالي انت يعني لازم تروح لدكتور تغذيه، ده اكيد. احمد دغادي بيتكلم زاد 10 نزلت 13 بالجيم، يا بختك. مصطفى ابو النصر الحمد لله بخس برضه، يا بختك. انا اللي غالبا هحسد الناس. مجدي محمد ليه الاحراج ده على الصبح؟ بالظبط. احمد الاهلاوي 5 كيلو لا ما مارستش رياضه ولا رجيم، زي احمد والله نفس الحاله. احمد تميم بيقول بقالي سنتين كل يوم بقول هروح الجيم بكره، هروح الجيم بكره، ولغايه النهارده بكره ده ما جاش ووزني زاد 10 كيلو. ده زي حالاتي برضو بالظبط، سبحان الله. مش لوحدكم. احمد سمير بيقول زدت جدا للاسف. بيتر بساده بيقول وزني نقص والحمد لله. في حين ان محمد عبد العزيز جاب الله بيقول نزلت 19 كيلو. عمرو عادل بيقول قل 5 كيلو وانا بروح جيم بقى 82. ده يعني انت كنت كام بقى كده؟ 87 كتير.
كتير يا عمرو. اسامه سند بيقول انا خسيت السنه دي اكتر من 7 كيلو بسبب السكر. الف سلام عليك يا استاذ اسامه. بيقول ما بقاش عندي مجهود للرياضه خالص، يا ريت تقولوا لي على رجيم لزياده الوزن بالنسبه لمريض السكر من النوع الاول. ان شاء الله تكون معانا اجابه عمليه من خلال احد المتخصصين باذن الله في فقره من فقراتنا الحواريه الايام اللي جايه ان شاء الله. ده اكيد. احمد نصار، صباح الخير على احلى مذيعين في القناه. وزني كان 108 كيلو وبدات اظبط اكل على ما اقدر، على قد ما اقدر، وامشي كتير. الحمد لله 96.5 كيلو دلوقتي وهنزل كمان ان شاء الله. بص هقول لك على حاجه، الجزء الايجابي ان انت فعلا نزلت، فبرافو عليك، لان دي اراده. والاوزان الكبيره يا كريم دي بتبقى فيها لحد ما سهوله في الاول ان انت تنزل، وبعد كده بيبقى الوزن شويه بيثبت. بس انا برضو انصحك انت، او انا ما اعرفش طبعا انت ماشي مع دكتور ولا لا، بس يا ريت، لان برضو 96 يعني ما هوش وزن صحي خالص. محمد العتباني بيقول زاد وزني ل 98 كيلو ولكن قررت انزل وزني والحمد لله بقيت 82 كويس. في ناس عندها كويس جهاز الاراده شغال. انا مبسوطه من الاجابات والله. احمد صبري بيقول 12 كيلو، زدت 12 كيلو. هو ده بقى اللي انا عايز اقوله عقبال عندي. دي الاجابه اللي اتقالها عقبال عندي. الخديوي بيقول الحمد لله وزني ثابت لاني بلعب فتنس وكارديو. برافو عليك. مودي منصور او محمود بيقول تقريبا وزني زاد فوق الزياده 8 كيلو وده بسبب اصابه مزمنه. الف سلام عليك، بجلطه وريديه في القدم ولكن دلوقتي لا الدنيا اتغيرت. لا لو سبب مرضي ده دايت وكارديو وجيم، لا ان شاء الله يتقال لك عود احمد قريب. بص يا كريم، اللي عنده زياده بسبب مرض او يعني دي بتبقى ترجع اسبابها لاي مرض معين او اصابه، فده شيء خارج يعني بيكون خارج ارادتنا. فبس حلو ان انت برضو عندك اراده وفكره هنا انك بتعمل دايت وكارديو، فدي حاجه كويسه. بس انا بتكلم بقى على الصعيد الثاني، الدلع اللي عند البعض اللي هو ما بيعندوش اي مشكله وما فيش اي حاجه خالص بتؤخره يعني ان هو يمارس الرياضه، اللي هو منهم انا يعني، ده اللي بيبقى فيها مشكله. وده اللي احنا بنتكلم، عايزين نشجع بعض، فكره ان احنا نتكلم بصراحه كده احنا زدنا قد ايه، وان احنا فعلا مكسلين او لا ان احنا نمارس رياضه. ده هيخلينا كده ناخد اولى خطوات ان احنا نغير الموضوع ده. وانا بتمنى، ودي رساله كده خلينا نتبناها في 10 صبح في الاهلي، ان احنا نحاول نشجع بعض بجد ان احنا نخس، يعني نقفل السنه دي 2020 في صحه افضل، في شكل افضل، حتى ده يبقى خير كده لينا في 2021. ويا رب السنه الجايه تكون افضل من السنه دي على كافه الاصعده باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. وقتنا مع حضراتكم في حلقه النهارده خلص للاسف، بكره باذن الله قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده في 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.